ما كتشاهدوا الان كانت واجده في السوق ثلاث خميسات هاد العود بالوريقات ديالو مازال على الله واس محمد العود بالوريقات ديالو مازال على الله الله يدير الخير هذا موجود ما سمعته بخوت العود بالوريقة ديالو فاطاو كزكريا فاطاو كما سمعته بخوت معطية في 170 ريال كما سمعته بخوت العود وصل 180 ريال بس هذا اي حاجه لا 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 معطيه 180 الف ريال كل الناس عندك اسمهم؟ اه هو الكارنس كما كتشاهدوا معنا الخوت والعود اللي معطيه فيه 180 الف ريال كما سمعتوا الاخوان وصل 190 الف ريال 9500 درهم كما سمعتوا الخوت لاعب اقصائي دار السلام العود مازال على الله خويا ما عرفتش راه تيدوي مع ما عرفتش عندو 11 قالوها في تاع عند 11 كما سمعتوا اخوات العود عنده 11 عام شي واحد قال جملة
ملايين العود بالوريقات ديالو عنده 11 عام. ولكن السوم الهزل لا ما كاين السوم لا كان لا جوج الملايين ديال الهزل كاين مليح ابو ادريس. السلام عليكم. طيب شحال واحد مليون واش داير في الفم الدرده؟ خويا ولدي رشمت هنايا. يلا كيرشمت هنايا كيما سمعتو الخوت. واش تعتني؟ واش تعتني كيما كتشاهدو معنا الخوت؟ تعطات في 2 مليون دابا حاليا اللي معطيه. اشتعتني تبارك الله. كما سمعتوا خوت العود اللي معطيه فيه 130 الف ريال. الله يسهل عليك الله يفتح عليك. صباح ربع مطلع عود مدور. العود اللي معطيه فيه 130 الف ريال كما تشاهدوا. والعود تبارك الله الخير اللي معطيه فيه 130 الف ريال. سعيد
32 اللي معطيها ياك 32 الف ريال ما سمعتهم خوت العود اللي معطيها فيه 130 الف ريال سوق الخميس سوق ثلاث خميسات الله يصلح ويبارك عود مليح تبارك الله الله يرضي الدار كل شيء كاين والزين 130 الف ريال اللي معطوها فيه ونشوفوا ان شاء الله بعود السلام عاد الخير اخاي الدردم سوسين الف ريال كما سمعتوا الاخوان العود اللي معطيه فيه سوسين الف ريال ما كتشوفوا الخوت العود اللي معطيه في 66 الف ريال عود جمعه كبير وفؤاد اكبر زين نورمال